للتاريخ كشفها مبارك في حواره مع الإعلامية الكويتية ثقر سعيد، وهي أن أشرف مروان وطني والتنازل عن القدس أمر مستحيل، واغتيال رابين أضاع فرصة السوريين، وهناك رغبة إسرائيلية للانضمام للجامعة العربية وصفقة القرن كلام جرايد. وقالت الإعلامية في تغريدات متتالية لها عبر حسابها على تويتر إن مبارك كشف لها خبايا وأسرار من حرب الخليج الثانية ومعلومات عن حرب أكتوبر واستعادة سيناء وتأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط، فضلا عن عديد من الأحداث والكواليس التي كان جزءا منها. تصريحات عديدة للرئيس الأسبق كان من بينها أن أشرف مروان ليس جاسوسا لإسرائيل، والسادات هو من أبرأه أمامه، عندما أكد بأنه يرسل من خلاله معلومات مضللة لمن تصوروا أنهم جندوه لصالحهم. وعن القدس قال مبارك أن محاولة فرض حلول غير عادلة في قضية الشرق الأوسط بسبب اختلال موازين القوى لن يجعل أي سلام أو تعاون دائم، بل قد تنفجر الأوضاع في أي وقت، وأن اختيار رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إسحاق رابين هو ما أنهى اتفاقا لإعادة الأرض السورية المحتلة من إسرائيل. كما كشف الرئيس الأسبق على رغبة إسرائيل في الانضمام للجامعة العربية، وقال أنه أبلغ الرئيس الإسرائيلي حينها شمعون بريز إن الجامعة بيت العرب، ونصحه بعدم التفكير بالانضمام لها. وردا على سؤال بشأن وجود رأي يفيد بأن التهديد الإيراني هو في الواقع يمثل خطرا ليس على إسرائيل وإنما على دول الخليج والعرب عموما، فقال مبارك أن لا أنكر أن إيران تسعى للتغلغل في المنطقة وده بيهدد الأمن القومي العربي، فمن بعد 2011 تحديدا كل القوى لها أطماع في منطقتنا. وعن غزو العراق قال مبارك إن صدام حسين استمر يصاعد في لهجته لحد لما جاءت معلومات مؤكدة في أواخر شهر يوليو أن العراق حشد قوات على الحدود وأنها لا تبدو من حجمها وتمركزها أنها قوات دفاعية، وأنه أبلغ بالغزو فجر 2 أغسطس، وكانت صدمة. وكان عنده الشيخ زايد وعاد إلى أبو ظبي بطائرة الرئاسة المصرية تخوفا من ضرب صدام لطائرته. وعن صفقة القرن فقال إنها كلام جرايد وتسريبات غير مؤكدة، لكن هناك مقدمات غير مطمئنة خاصة بعد نقل السفارة الأمريكية للقدس وضم إسرائيل للجولان والتوسع المستمر في المستوطنات. هذا كله يجعلني غير متفائل، وعلى العالم العربي الاستعداد للتعامل مع ما قد يعلن حول الموضوع. وعند سؤاله هل قدمت مصر أي تنازلات في علاقتها بإسرائيل حتى تعود العلاقات مع الدول العربية، كانت الإجابة لا، تنازلات إيه، ده كان توجه استراتيجي لمصر لا عودة فيه، والدول العربية كانت فهمة ده كويس، وأنا أكدت إننا لن نتخلى عن القيام بدورنا التاريخي في خدمة القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.